بقوة حاضرة، والمركز الأول هناك مكافح. الله بدأ يكافح من البداية بشعار جميل، شعار أيضا أبو سيف متواجد، منصور بن سيف بن عفصان الخيالي راعم طيلة أيضا متواجد بقوة في هذا الأداء الجميل. النقلة الثانية مباشرة متواجد هناك في المركز الثاني، الوجود والانتقال مع هملول مملوك لمبارك بن خادم بن حمد المنصوري، أيضا متواجد أبو حمد بقوة في هذا الأداء الجميل. النقلة القادمة من عمق الميدان، التقدم من الجانب الآخر أيضا أداء جميل، شعار هناك الكثير. خلونا نتابع هملول لعبد الله بن محمد بن الشين الكثيري، أيضا ينتقل للمركز الثالث. والنقلة القادمة هناك شاهين أبو ناصر، أبو ناصر موجود أيضا مع انطلاقة شاهين محفوظ بن خميس. الله يا سلام يا لينيبي، نعود ونتابع من الناحية الأخرى، التدخل القوي والانتقال هناك في المركز السادس أو الخامس، الذي بدأ يبدل ويغير هو هملول. الله مطر بن نصيب بن سعيد الاكتبي بدأ ينتقل من عمق الميدان ليأخذ نقلة جميلة بشعار جميل. النقلة القادمة والمركز السادس هناك سراب بدأ يتسرب. الله يا سلام، راشد بن سعيد ابن العجيد الكتبي بدأ ينتقل بقوة. والنقلة القادمة المركز السابع هنا مكلف ومتواجد بقوة، ومطر بن عتيق بن مطر القبيسي. الله شعار جميل، صالة وجالة وحصد الكثير من الأداء الجميل. النقلة القادمة والمركز الثامن هنا التواجد مع المركز الثامن. الله الغدوم والانتقال مع ديمان، وديمان لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود. الله دايمان الله. وهناك التاسع وصل مياس، يا سلام، علي بن حمد بن علي بن حنزاب وصل بقوة ليكون تاسعا وعاشر المراكز. هنا التواجد والانتقال شاهين، وهنا أبو سيف متواجد فهد بن سيف الخيارين أيضا بقوة، متواجد الشعار العنابي. وبعد العشرة كم؟ بعد العشرة هناك فوق لي العشرين. الله على الأشواط على هذا المهرجان الناجح. الله الكل توافد ليكون متواجدا في هنا في عاصمة الميادين في الوثبة هنا مشاهدينا ضمن هذا المهرجان. نعود للشوط، نعود للأداء، نعود للأداء الجميل ومقدمة الشوط، وكل شيء جميل يسير ومكافح من البداية، مكافح بكل شيء جميل. منصور بن سيف بن عفصان الخيالي متواجد رغم طيلة من البداية باندفاع مع مكافح. الله على الأداء الجميل من البداية، ونحن في هدوء تام مع هذه القاعدين، ولكن الحركات في الكيلومترين الآخرين تشهدوها بعد تصدر الأوامر. والمركز الثاني بن الشين الكثيري قادم مع انطلاق أيضا. هناك هملول مشاهدين عبد الله بن محمد الكثيري، والنقلة القادمة هناك الدخول، هناك الانتقال مع شعار بن نصيب مطر بن نصيب بن سعيد الكتبي مع هملول أيضا متواجد ليكونوا أيضا هناك في المرتبة الثالثة. والمركز الرابع، المركز الرابع هملول، شعار بن خادم مبارك بن خادم بن حمد المنصوري، ووصل شعار عتيق، وصل شعار عتيق بن مطر. الله شعار مزعل لا يستهان به هذا الشعار، شعار مزعل، شعار دائما هناك الأداء الجميل. وهنا متواجد مكلف
مطر بن عتيق بن مطر القبيسي. الله يا ابو مطر، وعودة الى الانطلاق والى المركز السادس. المركز السادس سراب بدا يتسرب، راشد مع راشد بن سعيد بالعجيد الكتبي. يا سلام يا سلام، اداء جميل. النقل السابعه، النقل السابعه ابو ناصر محفوظ بن خميس الينيبي. الله يا الزعيم، هناك متواجد مع السلاله الشاينيه. هذه السلاله تعرف الكثير من الانتقالات، تعرف الكثير ان تحوم البودره في الاوقات الحرجه. الله، هناك القادم، شوفوا من حنذاب في المركز الثامن، المركز مع مياس، مع ماركه من الماركات التي دائما ايضا هي قويه. مياس مشاهدينا الذي وصل لعلي بن حمد بن حنذاب. وهناك ايضا ناخذ اللي قادم ديمان، وديمان قادم لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود المري، قادم ايضا بقوه. وشعار فهد بن سيف الخيارين قادم ايضا في المركز العاشر، متواجد ايضا مع شاهين ابو سيف. الله، وتحية أيضا جميلة لغانم. وهنا نتواجد مع هذا الأداء الجميل، ونتواجد لنكون حاضرين برصد كل صغيرة وكبيرة من خلال مشاهدينا هذا الشوط الذي يسبق شوط الختام، لتكون كل حافلة بهذا الإنجازات بهذا الأداء الجميل. الوسبة عاصمة الميادين، من تحتضن كل من يصلوا إليها بإشعارات جميلة. العودة للأداء، العودة إلى المركز الأول. تسلل الكثير من عمق الميدان مع السلالة الهملولية، مع سلالة، هناك السلالة، سلالة هملول. وكم وكم هذه السلالة الجميلة. الله يا عبد الله يا بن محمد الكثير، ولكن دير بالك من مكافح، دير بالك من مكافح. مكافح ومنصور بن سيف بن عفصان الخيالي ايضا بقوة التواجد. وصل مكلف، وصل عتيق، مطر بن عتيق بن مطر القبيسي ايضا وجوده جميل، وانتقالته جميلة. وشعار ابو حمد غادم بن خادم. الله، هنا وصل مع اداء هملول. مبارك بن خادم بن حمد المنصوري ايضا متواجد. وهذين القاعدين الاربعة بدن يزيدا من سرعتهم، بدن ايضا يقدم جميل وكل جميل. وهنا سراب بدا يتسرب باشعار بالعجيد. الله، راشد بن سعيد بالعجيد الكتبي بدا يوصل بقوه ليكونوا في المركز الخامس والسادس. وين السادس؟ هناك القدوم، هناك شاهين. وصل مشاهدي الاعزاء اللي هو هملول، مطر بن نصيب بن سعيد الكتبي كذلك هو اللي قادم ليكونوا سادسا. بدا يتحرك مع هذا الشعار الجميل، ولكن البقيه قادمه. وينك يا ابو ناصر؟ وينك يا ابو ناصر محفوظ بن خميس الجنيبي مع المجموعه القادمه، مع المجموعه التي توصل كل وقت وجميل. وصل شاهين، ووصل هناك اللي قادم بن حنذاب في المركز الثامن. الله يا السلام، هناك بدا يوصل بقوه ليكون حاضرا شعار بن حنذاب، والكل بدا يوصل. الله، شوف الشعارات القادمه من المناطق الخلفيه. ما شيء باقي يا شباب، اللي عنده هبه يقرب قعوده. الله يا السلام يا السلام، كيلو الكيلو، وصلنا ولا ما وصلنا؟ الله، وصلنا كيلو. الله، يلا اللي بيحرك حرك، واللي بالتوقيت يقرب، واللي بينطلق انطلق، انطلق ابو مطر. الله، شو قدامهم؟ لا، روح روح ابو مطر اللي معاك، روح. الله، شوف شوفوا الشوط، وشوفوا الشوط كيف صار بعدما دخلنا الكيلو متر الاخير. قلنا لكم مكلف، مكلف بمهمة. ومطر بن عتيق بن مطر القبيسي، الله، غادر غادر. هنا شيء جاي يا رب، حد يعيني من خلف.
الله هملول وصل، هملول وصل، هملول عبد الله بن الشين الكثيري وبن خادم ومحفوظ بن خميس قادم المناطق الخلفية أبو ناصر، ولكن هنا هنا الله روح 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 الله الله سلام الله وسلام وتحية لأجمل عاصمة الله. تهانينا تهانينا لمطر بن عتيق بن مطر القبيسي بهذا الفوز بمكلف، وهو قلناكم خبرناكم بإنجازات الشعار، خبرناكم بإنجازات أيضا أبو مطر والأسامي التي صالت وجالت بهذا الشعار، وهذا هو مكلف مرة أخرى يعيد إنجازات هذا الشعار لمطر بن عتيق بن مطر القبيسي. لك تحية يا ابو مطر ولك تحية يا مطر. هذا هو امام الخط النهاية ليصل بدون منافس المركز الثاني. هناك شاهين لمحفوظ بن خميس الجنيبي المركز الثالث لعبد الله بن الشين الكثيري، وهناك ايضا غدوم في المركز الثالث الرابع. المركز الرابع مشاهدينا وصل لمطر بن نصيب بن سعيد الكتيبي هملول، والمركز الخامس المركز الخامس مياس لعلي بن حمد بن علي بن حنذاب. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة الأولى. خلونا نشوف التوقيت الزمني مع مخرج هذا السباق على الهوائي مباشرة ليكونوا حاضرا. هذا مكلف أيضا بيكم بعد شوي بالإعادة بالحركة البطيئة لنتشوف التوقيت الزمني والإعادة. نهني مطر بن عتيق بن مطر القبيسي بفوز مكلف، والآن الانتظار للتوقيت الزمني وإلى ساعات الوصول. مخرجنا المتعلق الله، هذا هو وصل مكلف. تهانينا. التوقيت أمامكم 13 دقيقة 5 ثواني 5/5 من الثانية. نهني مطر بن عتيق بن مطر القبيسي بفوز مكلف. المركز الثاني من وصل شاهين، شاهين لمحفوظ بن خميس الجنيبي 13.10.9 من الثاني. تهانينا. المركز الثالث هملول عبد الله بن الشين الكسيري ايضا قدم اداء جميل 13.12.4 والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، يتجدد اللقاء في انطلاقات